ده فريق باتشوكا. طيب يعني احنا الفكره كلها ان باتشوكا تقريبا بنتكلم انه بقاله شهر ما لعبش ماتشات، يعني من تقريبا 10، يعني في فتره 10 نوفمبر او حاجه كده في الوقت ده، يعني من شهر هم ما لعبوش، لان هم ترتيبهم زي ما قلنا 16، ما تاهلوش للمرحله اللي هي بتاعه المرحله الثانيه في الدوري المكسيكي، فامورهم ما كانتش افضل حاجه، عشان كده الناس كلها كانت بتتكلم من بوتافوجو، غير ان في لعيبه مشيت كمان بالظبط، يعني هم امورهم الناس ناسياهم. هم كسبوا البطوله كونكا كاف النسخه الاخيره، ولكن الناس ناسياهم لان هم بعدوا في الدوري ومستواهم ما كانش افضل حاجه، حتى ارقامهم بنتكلم يا كابتن شيرين ان هم مركز 16، فريق كسبان 3 ماتشات، متعادل 4، خسران 10، استقبل 29 هدف، سجل 20 هدف، فالفريق نفسه انت لو بتتكلم ان ده اللي هيقابل بطل امريكا الجنوبيه مستحيل تتوقع ان هو يقدر يعديه بالظبط كده. فالنهارده احنا بنتكلم، لو هنتكلم على الشكل اللي احنا شفناه النهارده، الفريق بيلعب 4-2-3-1. ابرز اللعيبه اللي احنا شفناهم، يمكن لو هنتكلم طبعا اول واحد روندون المهاجم، الراجل 35 سنه، المهاجم القوي الخبرات، جايب فوق ال 40 هدف دولي في 100، لعب 115 مباراه دوليه. النهارده الراجل ده المهاجم، الراجل اهو يعني ده زي ما بنتكلم كده السي في، السي في بتاعه كابتن شوبير هو لعيب جامد جدا، يعني انا بتفرج على فنزويلا عشانه والله، لا لا جماله يعني، ولعيب هو لعيب اسمه في الملعب، حتى ناس كتير تقول لك هو لسه بيلعب صحيح ناس كانت بتسال هو لسه بيلعب. الراجل ده كابتن شوبير في 2024 لو بنتكلم على الموسم ده، هو لعب 13 ماتش، سجل 5 وصنع هدفين. في النسخه اللي فاتت في كونكا كاف الراجل جاب 9 اهداف وصنع يعني هو جايب 9 اهداف صنع هدف في كونكا كاف، وفي الموسم اجمالا جايب 20 جول، اللي هو بنتكلم الموسم اللي هم كسبوا فيه البطوله دوري ابطال كونكا كاف. النهارده لعب 90 دقيقه، سجل هدف، طبعا دقه تمريراته مش احسن حاجه، ولكن فكره بيسجل جاب جول بيسجل بيسجل لا اقصد يعني في الفكره بتاعه الالتحامات، ازاي ان هو يساعدني يطلع ياخد الكره الثانيه، فده واحد من اهم مفاتيح اللعب اللي موجوده في باتشوكا. اللاعب الثاني طبعا اللي احنا برضو شفناه النهارده الجناح، راجل المغربي الادريسي، وزي ما فاروق كده قال، راجل نشأ في هولندا، وحتى السي في بتاعه بنتكلم لعب في المنتخبات اللي هي الصغيره كهولندا، لكن بعد كده هو موجود مع المغرب. النهارده الراجل ده في المباراه النهارده لو بنتكلم نستعرض ده السي في بتاعه مع المشاهدين يعني، ولكن النهارده هو لعب 89 دقيقه تقريبا، لعب الماتش كامل يعني، سجل هدف، صنع هدف، اكتر واحد لمس الكوره في الملعب 56 مره، عامل 30 تمريره صحيحه من 37 تمريره لعبهم، المراوغات بتاعته الترقيص عمل 8 محاولات ان هو يرقص، 7 منهم صح تقريبا، منهم 3 في الجون اللي جابه. صحيح يعني النهارده لعيب عنده حل فردي، عنده سرعه، بيسجل، بيكسر وجناح شمال في اغلب الوقت يعني. فالنهارده ده واحد من اهم مفاتيح اللعب عندهم، حتى في الموسم اللي فات لو بنتكلم الموسم اللي هو الدوري، احنا ما بنتكلمش الموسم اللي فات، بنتكلم الدوري الحالي، من 16 مباراه وسجل هدفين وصنع 3، فالنهارده ده كي بلاير مهم جدا، لو في حالته بينقلهم النقله الثانيه. اللعيب الثالث، وده حتى وانا وفاروق كنا بنتكلم، هو ما لعبش اساسي النهارده بس متوقع ان هو يبدا اساسي في مباراه النادي الاهلي، اللي هو لعيب الوسط، نتكلم على نيلسون ديوسا. اللعيب ده كابتن شوبير، نيلسون ديوسا ده اللعيب ده لعيب مهم جدا في وسط الملعب، لعب المباريات كلها، مميز ان هو بيسجل وبيصنع، عنده الحته دي. النهارده هو حتى في 33 دقيقه جايب جول، يعني هو نزل بديل، لعب 33 دقيقه، سجل هدف، دقه التمرير بتاعته كويسه، حتى الثنائيات الارضيه بياخد الكوره يعني بيقطع الكوره بشكل كويس. فالنهارده الفرقه دي بنتكلم دول المفاتيح اللعب. الفرقه النهارده اللي شفناها في الملعب، طبعا نتكلم عشان الحقوق ما بنقدرش نجيب اللقطات، ولكن اللي احنا شفناه في الملعب النهارده، فرقه بتعمل ضغط عالي بشكل قوي جدا، تقريبا الجون الثاني اللي هم جابوه في بوتافوجو من الضغط قطعوا الكوره وراحوا جابوها، وده النهارده لو انت بتتكلم ان النادي الاهلي فريق بيلعب على البيلد اب، بيلعب على التمريرات، على الاستحواذ، فالفرقه دي هي بتلعب ضغط كتير، ده ممكن يتعب النادي الاهلي اللي هم مريحين برده. تمام كده. الحته الثانيه ان هم كمان بيلعبوا التحولات بتاعه المرتدات، يعني الجون الثالث كمان من مرتده حلوه حلوه جدا، الفرقه وش الرجل هناك، وبعدين التحضير راح قاطم على 18 ومباصي وشويه يعني بصراحة النهارده هم فرقه عندها حاجه. الاحصائيات بتاعه المباراه النهارده نفسها كابتن شوبير بتقول لك ان الفرقه دي، يعني ده تقريبا ده الجون الثالث، الجون الثالث الجون الثالث بقى، وصلوا 3 على 3
فالنهارده اللي من ناحيه اليمين فدي النهارده دي بنتكلم دي نقاط قوه كابتن شوبير. نعم. لا ايه بقى ان النادي الاهلي النهارده لو هو بيلعب بطريقه المعتاده لازم ياخد باله من نقاط القوه دي. نعم. اللي هم التحول يقطعوا الكره يعملوا هجمه مرتده يعملوا عليك ضغط عالي ما تقدرش انت تخرج بالكره بشكل كويس فيضايقك في الحته دي ويدخل المباراه. هم فريق كاستحواذ النهارده مثلا نسبه استحواذهم على الكره 33%. نعم. ولا حاجه لكن النهارده هو سجل 3 اهداف. عندهم ميزه ثانيه يا كابتن شوبير النهارده الفرقه دي عملت 15 محاوله على المرمى. نتكلم 6 منهم بشكل سليم من ال 15 عملوا 7 محاولات من خارج منطقه الجزاء. أيوة. يعني تقريبا احنا بنتكلم في النص بتاع المحاولات اللي عملوها نص من داخل المنطقه ونص من خارج المنطقه. يعني ده ايه؟ نعم. هو بيشوط من بره ومن جوه بيعمل محاولات كتير. فالنهارده كل دي نقاط ايجابيه هم بيلعبوا هم ظهروا بيها اللي احنا شفناه النهارده دي الايجابيات بتاعتهم. لكن لو بنتكلم على فريق هنحلله على مدار الماتشات اللي لعبها فريق دخل فيه 29 هدف في 16 او 17 مباراه. هنا ناخد بالنا من ايه ان الفرقه دي دفاعيا عن